وسهلا فيكم بحلقة جديدة من صحتين وهنا وحلقة الخميس الونيس ونهاية الأسبوع، وإن شاء الله يا رب كل أيامكم تكون سعادة وخير وبركة وتقضوها مع الناس اللي بتحبوها. حلقتنا راح تكون مميزة جدا لأنه فيها وصفتين راح يكونوا من كوريا تحديدا، ووصفة كمان هي سبيشال ريكوست من أحد المتابعين اللي ضلت تطلبها منا. اليوم شفهاني راح تحقق هذا الطلب أكيد. اليوم راح نكون معاكم على مدار هاي الساعة لحتى نعملكم كل هاي الوصفات الطيبة اللي حكيت لكم إياها، وشيف هانيا طبعا المتألقة رح تكون هي اللي عم تعمل كل هاي بالأنامل الذهبية تبعتها. أكيد أنامل عظيمة. لا بمزح. طبعا لا بلا. لا كيفك شيف؟ منيحة. كيفك أنت؟ منيحة. شو الأخبار؟ منيحة الحمد لله. تمام. شو شعرات الحلوين اليوم؟ والله يحلي أيامك. لا ونهاية الأسبوع تبع نهاية الأسبوع بالضبط. عشان كنت فرحانين أنا بكرة عطلة ما بدنا نفيق بكير. 100% والله أنا بستنى هذا اليوم بفارغ الصبر صراحة. صح مضبوط. طب شيف هانيا اليوم أنا شرحت قلت وصفات كورية، بس احكي لنا شو هم الوصفات؟ هلا في أول وصفة اللي هي بتنعمل بالدجاج. إيش اسمها؟ اسمها بلاش أحكي لكم إيش اسمها. دونك يونغ شونغ إشي هيك. بس هي أكلة كورية، بس أنا حاولت أضبط لكم إياها مع مقاديرها تكون تلبق مع المقادير اللي عنا بالبيت. أوكي. يعني ما بدي تروحوا فيها مثلاً صوص هي شوي غريبة بالفليفلة وبالهيك. فإحنا رح نعملها بمكوناتنا، بس هي رح تعطيكم طعمة الأكلات الكورية. حلو. رح نعمل السلطة كمان، هم بيعملوا سلطة عندهم كيمتشي اسمها إشي هيك. ففيها دائماً خيار، فيها أشياء هيك محطوطة، وبرضو معها دريسنج كورية. ورح نعمل مونكي بريد. مونكي بريد كثير ناس طلبوا فيه تنتين، بضلوا دائما يحطوا لنا اعملوا لنا مونكي بريد، فاحنا اليوم عاملين لكم مونكي بريد بالشهي. ممتاز. حلو كثير شيف هانيا. طبعا تابعونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، اعملوا شير للحلقه اليوم، حلقه الخميس من الحلقات الحلوه، واحضرونا عبر شاشه التلفزيون كمان، واكيد احنا ان شاء الله نقدر نقرا التعليقات كلها يا رب ان شاء الله. راح نبلش معكم بالحلقه هلا وراح نروح للوصفه الاولى. الدجاج الكوري عنا 750 جرام صدر دجاج مسحب للنقع، بدنا كوب حليب من الكرم، معلقة كبيرة خل من الكرم، ملح، بودرة ثوم وفلفل أسود. أما للتغطية في عنا معلقتين صغار بيكنج باودر، رشة أوريغانو، بودرة فلفل حار، ملح، فلفل، بابريكا وكوب ونص طحين. كمان للصلصة بدنا ثوم مهروس، نص كوب صلصة صويا، ربع كوب عسل، نص كوب ماء، وعندنا معلقتين كبار سكر بني، معلقة كبيرة زيت سمسم، فلفل حار مفروم، معلقتين كبار صلصة الفلفل الحار، وللتزيين بدنا فول سوداني، بصل أخضر مقطع، سمسم وزنجبيل مفروم. خلصنا ثلاث صفحات من الكتاب اليوم، وإن شاء الله منكمل الكتاب بنهاية الأسبوع. إيش شفحانيا؟ هم كتار بس والله إنهم سهلين، يعني شفتوا إيش؟ زعتر، بابريكا، ملح، فلفل أسود. بس أنت قسمتي لنا إياهم ممتاز. وقسمتهم أنا، حاولت أنظمهم يعني عشان يكونوا كتير سهلين. هلأ هي اسمها داك جانج جونج، اسمها الأكلة بالضبط. إيش؟ داك جانج جونج هيك هي اسمها. خلص مش قادرة أعيدها مرة ثانية. وين الورقة؟ طلعي الورقة بدي أشوف الورقة. هيني رح أعطيك إياها. هاتوا هاتنا نشوف. بس هلا أول إشي رح نعمله اللي هي الخلطة اللي رح أنقع فيها الجونج الأخيرة. من وين جبتيها؟ هي هيك هي أنا متأكدة. الجونج الأخيرة من جونج هي جونج جو شو. طيب اوكي هلا اول شيء بالانجليزي قراتيها. خلص تمام. هلا هي رح نعمل اول شيء فيها باتر ميلك، يعني رح ينتقع الدجاج عندكم بشيء اسمه باتر ميلك. ايش الباتر ميلك؟ بتجيبوا من حليب الكرم. عفوا انا بفضل تستعملوا كامل الدسم. تمام. رح نحطه هون ورح انزل عليه قطعه بهار، هاي من البهارات لانه كنا حاطين عليها بهار. عادي عادي. اوكي. ورح نحط عليه خل، برضو انا مستعمله خل من زمزم. اوكي. رح احطه عليه عشان بدي اياه يتكسر. هيو. الحليب كم معلقه خل؟ يعني تقريبا معلقتين. معلقتين كبار تقريبا. او معلقتين كبار. هدول الاربعه اللي نزلوا يا جماعه. فكرك؟ لا معلقتين. معلقه خليهم يتكسر هيك الحليب عنا. يتكسر مزبوط. طيب فهلا هيك رح يصير، شايفين كيف بصير هيك كانه ثقيل؟ هذا اسمه الباتر ميلك، هم هيك بيعملوه حتى بكوريا. لايش بستخدمه
والبتر ميلك كمان شغلات مره انت لانه جبتي ذكرتي بالكيك كثير كثير يستعمل بالكيك بعطيكم نفشه زاكيه بالكيك بتشهي صراحه فبنستعمله بالكيك دائما لما بيطلع عندكم باي وصفه خصوص الوصفات الاجنبيه بكون مكتوب فيهم بتر ميلك هي عباره عن حليب مع خل برا بيبيعوه جاهز ما عندكم اياه بتقدروا تستعملوا لبن بس اللبن بتكون درجه الحموضه فيه اعلى صحيح معك يا حق في نوعيات لبن على فكره ما فيهم مش حموضه كثير مزبوط صح صح 100% طيب هلا هلا هيك انا حضرت اللي بدي انقع فيهم الدجاج تمام ورح نحط بدي افرجيكم كيف رح نقطع الدجاج بدكم تجيبوا دجاج مسحب طبعا هيو رح اقطعه لمربعات كيف بنقطع الشيش طاووه نفس الفكره هيها هيك تمام ورح احطهم هون رح اكون حاطه على هاي التتبيله فلفل اسود وملح اللي هي انا كاتبت لكم اياهم للنقع وكمان بودره ثوم هلا فيكم نفس المكونات اللي رح احطها بالخلطه تبعت الطحين فيكم كمان تحطوهم مع النقع بتعطيكم طعمه اطيب واطيب تمام شايفه كيف صارت فانيتا بطل كانه حليب شايفه كيف صار قوامه رح نحط فيهم كثافة. الدجاج فيهم حلو. كثافه منيحه اوكي رح اقطع الدجاج هيك على شكل مربعات قد بتنعقيهم قد ايه بنقعهم بنقعهم فتره منيحه فانيتا يعني اذا بنتقعوا قبل بليله كمان بصير اسكى واسكى بس اذا انتم قررتوا تعملوها بنفس اليوم يعني على الاقل بدهم ساعه نقع اوكي ممتاز رح احطها هيك كمان زي ما حكينا مربعات بهاي الطريقه رح اقطع اخر وحده بالمره عشان ما نترك ولا شيء فهيها هاي من الاكلات اللي كثير زاكيه هلا بكوريا بيقدموهم اما مع الرز او ممكن ياكلوهم بالتشوبستكس لحالهم يعني بدون اي شيء لانه الصوص اللي رح تنعمل صح لانها بتطلع كثير زاكيه هذه هذا كلياته مسحب عليه اليوم دجاج مسحب فرح نحطها هيك زي ما حكينا بنفس هاي التتبيله بتقدروا تاخذوا شوي تحطوه على البتر ميلك بيعطي طعمه زاكي اللي هي التتبيله تبعت الدجاج اللي انت بدك تتبليها بعد اللي هلا بدي اتبل فيها بعد اوكي هيك رح احطهم بالثلاجه لحد ما يتشربوا ورح تحسوا انه كمان رح يعطيكم قوام اطرى لما بدكم تيجي تقلوه اوكي تمام هاي التتبيله حلو. أوكي. هلا بس بدي احضر الطحين دانا بعد اذنك بس دقيقه رح نجيب طحين عشان بدي اغط فيه الدجاج قبل ما نبدا نقليه عشان الحق اقلي شوي منهم بالفاصل رح نحط على الطحين ثوم بودره رح احط فلفل اسود وكمان رشه زعتر او هم بيستعملوا اوريجانو كمان بصير بالزبط. ورشه فلفل احمر وبيكنج باودر عشان بدي اياها تعمل نفشه اوكي وملح وبابريكا خلص. ممتاز هلا رح اخلطهم مع بعض ورح اخلط عندي الدجاج المنقوع من قبل رح اغطه فيهم واقلي بعدين بنرجع بنعمل الصوص ممتاز معناته فاصل صغير ورح نرجع نكمل معكم الحلقه رجعنا معكم مع حلقة الخميس الونيس ورح نكمل معكم أكيد وصفاتنا الكورية لليوم والوصفة الغير كورية الوحيدة ولكن شيف هانيا من قبل الفاصل فرجتكم كيف عملت تتبيلة الطحين كمان وهلأ بالفاصل بلشت تقلي لكم الدجاج ريحته كثير طيبة صراحة ريحته اللي عم تطلع هيك هالقد زاكية هي ريحته ريحة التتبيلة كأنه كثير أشياء صح هي ريحة خلطة. التتبيلة اللي نقعنا فيها الدجاج وريحة الخلطة اللي عملتها بالطحين اللي حطينا فيها للي انضموا لنا لهلأ احنا عم نعمل دجاج كوري فحطينا فيه خلطة الطحين حطيت طحين بيكنج باودر بابريكا فلفل أحمر مجروش بودرة كمان وحطينا زعتر وفلفل اسود يعني تشكيله هيك مع بعض حلو. كنا ناقعينهم ببتر ميلك او حليب مع خل وهلا غطيتهم بالطحين وعم بقليهم هاي طلعوا ما احلاهم عم بيطلعوا طبعا لازم تقلوهم بزيت عميق احنا اكيد اكيد مستعملين زيت الكرم زيت عميق حاطينه ورح نقليهم لحد ما ياخذوا يعني خلص يستووا هلا بهذا الوقت رح نحضر انا وياكم الصلصه اللي رح نحطها على الدجاج الكوري اوكي هادي اوكي طيب اوكي خلص ولا يهمك اكيد هلا رح نحط بالخلطه اللي رح نعملها رح احط اول شيء الصويا صوص ما رح اقليها رح احطها تغلي مع بعضها بس ما بدي اقلي لا الزنجبيل ولا شيء بدي اياهم يضلوا فريش فيها حلو لانه هيك هم بيعملوها طعمهم اطيب بحسها كمان لما يكونوا فريش فهي انا رح احط هون صويا صوص
ورح انزل عليها كمان زيت السمسم. هيها لا سوري، هذا كمان عسل. العسل العسل السمسم اللي بالجهه الثانيه، اللي بالجهه الثانيه، معني لاني انا اللي حطيت الاغراض فخربطت لك اياهم. انا اسفه. لا بس مش مشكله، هيهم هيك. ورح نحط عليهم سكر بني. شايف المكونات بسيطه. هلا هم بحطوا عندهم في صوص، بتكون صوص فليفله حمراء مخمره. أوكي. يعني بحطوها تتخمر. احنا اقرب شيء عنا عليها اللي هو ممكن يكون دبس فليفله حار. صح. يعني هي قربت لكم اياها حتى. أوكي. ما تقعدوا تفتشوا بالسوبر ماركت لانه يعني مش كتير رح تلاقوه بسهوله. أوكي. ورح ننزل عليه ثوم. تمام. الثوم المقطع والزنجبيل المقطع. وزي ما حكينا رح نغليهم غلي، مش انه رح ينقلوا. ورح نحط كمان شوية فلفل حار. ما رح أكتر. عرفت إيش صار معي أنا؟ شوف هانية من الفلفل الحار، فات إصبعي بزيت السمسم. عشان هيك أنا شامة زيت سمسم، زيت سمسم كتير مكان. وهي زيت أوكي. السمسم كمان. هلا رح نحطهم نخلطهم مع بعض. ممكن نحتاج إن نضيف لهم شوية مي طبعا. هيها أوكي. بس شوي على الخفيف. ماشي، ما رح نكتر يعني. شوفوا قديش كمية بسيطة هاي، يعني يدوب ربع معلقة. ورح نغليهم مع بعض على النار حلو. لحد ما يصيروا يتكثفوا عنا. هلا فيكم مثلا انه تضيفوا لهم شويه نشا اذا بتحبوا الصوص تكون كثيفه، ممكن هذا بيرجع لكم. تمام. هيهم هيك راح احطهم لحد ما يغلوا. شو صار دجاجاتنا؟ كنهم عم هي الدجاجات بدي اشوفهم. شكلهم انهم قربوا. اوكي. هدول اول شيء حطيتيهم هيهم. هاي الدفعه الاولى صاروا. هيها انا اليوم على فكره كله بدنا نقليه قدام المشاهدين. شايفين ما احلاها؟ بالزبط. خليها كمان شوي صح؟ نقطة يوم. خليها كمان شوي. أوكي. بس شوفي أول واحدة حطيتيها شكلها حمرة صارت كثير ولا لا؟ كأنه مش عارفة. خليها كمان شوي. هي كل ما بتاخذ لون أكثر بتطلع أزكى. هلا الأكل الكوري كثير رح تلاحظوا إنه كثير في إشي متشابه مع الأكل الصيني. بس زي ما أنتم شايفين عادة بالأكل الصيني بنستعمل الوك وبنقلي الخضار ومش عارفة شو هيك. الكوري يختلف شوي، حطوهم هيك مع بعض الخلطة. أوكي. بيستعملوا هاي صلصة الفلفل المخمرة كتير كتير بيستعملوها. وبيستعملوا نفس الاشي، يعني التشابه اللي بينهم وبين الصيني انه في عندكم توم وفي عندكم زنجبيل وفي زيت سمسم وفي سويا. هدول الاشي اللي بتشابهوا فيه. بس طريقة الطبخ بتختلف شوي. حلو. بس طيب. الإزاكي عندهم كتير كتير مميز السلطات. والله شكلهم كتير طيبين. بعدين غير هيك ريحتهم كتير زاكي كمان. صح. طيب مزبوط. شوف هانيا، خلينا نسلم أوكي. اليوم على نادية قرقش عم بتابعنا. أكيد تحياتنا لإلك يا نادية وبتمسي علينا. أهلا وسهلا فيك يا نادية. وسهى كمان عم بتسلم علينا اليوم. عندنا وليد العباسي بيقول مساء النور والطيبة والخير والتفاؤل والأجازة. بقول لك شكرا شيف على تلبية الطلب. عفوا. على الوصفات. الوصفات. نادية بتقول كل ما كان النقع قبل بيوم بيكون أفضل. صحيح يا نادية، دائما عن جد الواحدة ما ينقع الأشياء قبل بيوم بنحس إنه دائما نتيجة كثير أحسن. صح. بالضبط. إخلاص بتقول شكلها راحت يا إخلاص. بس المسج. تحياتنا لك يا إخلاص أكيد. تحياتنا لكل عم تتابعونا. إخلاص متابعتنا الرائعة اللي دائما بتبعت لنا. شكرا لك يا إخلاص. حياة ترجمان بتقول لك روعة 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 الأكلات. يلا الحمد لله حياة، يعني قلنا هي نرضيكم ان شاء الله بكل، لانه في كثير ناس طلبوا الاكل الكوري وبدنا شيء تغيير الصراحه. صح. بعدين هاي بتقدروا تخبوها الوصفه لرمضان، تعملوها برمضان، خففوا شوي كميه الملح اللي فيها بتطلع 100%. يعني خففوا صويا صوص. ايوه خففوا. بيقدروا يحطوا ترياكي يمكن شوي بيقدروا. بس هي ملوحة. او ممكن يستعملوا الصويا صوص القليله الملح برضه بصير. منى شام بتقول لك انت معلم نحن منك نتعلم. مسكاك يا منى. شكرا شكرا لك منى. كتكوتي منى بتابعنا من المانيا، تحياتنا لك. ومحمود بقولنا في نهايه والختام رح تعلن انهزام الفعل غير الكلام صارع امواج سيول. ايش عم بيصير معك يا محمود؟ بالفعل شعر شعر. ايش عم بيصير معك يا محمود؟ تحياتنا لك محمود اكيد كمان. اوكي شيف شو صاير مع الدجاج؟ انا هلا رح اقيمهم اللي استووا. لسه الصراحه بدهم شوي صغيره هم، بس خلص هي دفعه ثانيه بتعرفي رح اقيمهم. نحطهم شوي بالفرن، يعني يا دوب هيك 5 دقائق يكملوا طبخهم وبعدين نحط الباقيين. اوكي اوكي. وهي عم بطلع على الصوص، الصوص لسه ما غلط عندي. هي عم بستناها لتغلي. طعمه الصويا صوص فيها مع الزنجبيل والثوم لما بينغلوه رح تطلع عندكم طعمه رائعه الصراحه. صح. عن جد كثير كثير حلوه. وزيت السمسم. وزيت السمسم بجنن. فكرك يا فكرك ايش السلطه اللي بيقدموهم معاهم هاي الاكله؟ ايش مكوناتها؟ مش رز بتقدم مع الرز. أوكي. بس بحطوها كمان هذا الدجاج اللي انا عملته وهلا بحطوا عليه التتبيله برضه بحطوه على وجه السلطه. سلطه كثير كثير غريبه. ايش هي احكي لنا؟ فيها شيء اخضر وبيقولوا حرف الخاء. كل الخضره خضره.
خيار او خس؟ خيار، هي فيها خيار، هي بيستعملوا كثير الخيار. بيستعملوا كثير كثير فيها الخيار. اوكي، هاي الحزيره بربح عليها شيء ولا لا؟ رح تربحي عليها مش عارفه ايش اطعميكي من من الاشي الزاكي الحلو. مونكي بريد، من المونكي بريد. مونكي بريد. ابني الصبح بيقول لي ماما ايش هذا اللي انت عملتيه، كثير شكله بشهي، ايش هذا؟ قمت قلت له ماما هذا اسمه مونكي بريد، فهيك طلع علي بيقول لي مونكي بريد يعني خبز القرد. انا ليه قررت انه اسمه مخ القرد؟ لا هو يعني بيشبه هيك منظره، بيشبه هو اخذ هاي التسميه من الشكل اللي بكون فيه، عشان هيك تخيلت انا بس الاشي. لا ما عنده اعراض جانبيه، بس هيك في خلص. اكيد بس لك مخرجنا في اعراض جانبيه من المونكي بريد. هلا انا حبيت اني اقليه قدامكم ونعمل الصوص قدامكم حتى اورجيكم انها هاي اكله ما بتاخذ وقت كثير. يعني هاي شايفين احنا عملناها قدامكم، شايفين يعني تقصت هاي نعملتها قدامكم، وزي ما انتم شايفين انها ما اخذت وقت. هلا رح اترك هاي الصوص بس لتغلي، بس هي أوكي. طولت شوي بالغلي، هيها بدات اظن تتحرك. انا متحرقه صشف هاني، حطي بقى الدجاجات لو سمحتي. حاضر حاضر، ما انا ما بصير احط اللي مش مطبوخ مع هذا لانه بتنزل حراره الزيت، بس عشان هيك خلص. فخلص رح نعمل هيك، هينا خلصناهم. عاد انا يعني دائما بعمل هيك. شوف هاني منيح اللي قلتي لي. لا عاده وانتم عم تقلوا ما تنزلوا شيء بارد لانه بتنزل حراره الزيت شوي. انا هيك دائما بعمل، لاني بنزل كل شيء مع بعض. مو احنا كنا نخلص ايام صح؟ صح. معي هي. يلا هي رح بس كانه لما يتنقع الدجاج بصير يفرفت كمان. يعني بصير يطلع شوي هيك كانه هذا بستغربه لما تنقع الدجاج دائما هيك بصير. لا هو من اظن بصير اطرى الصراحه. بصير اطرى وبصير ما ياخذ وقت كثير كثير عندكم بالقلي. فهي رح نحط هيك. اوكي، وهذه هيها تقريبا بدات تغلي. اوكي، ورح نحط بقيه الدجاجات. هلا هي هيك الوصفه تقريبا بطل فيها كثير اشياء. أوكي. بدي بس تغلي الوصفه اللي تغلي الصلصه بس احطها على الدجاج ونقدمها. خلص. نقدمها مزينه بفول السوداني وبالبصل الاخضر. طب ما رح نعطيكي مجال، معناته شيف هانيا اوكي لحتى تقلي بقى الدجاج اللي انا بعرفش ليه هالقد متحرق اصلا انهم ينقلوا. رح نطلع لفاصل ونرجع. يلا الله، مخرجنا علي دائما عنده مشاكل بشعرنا بشكلنا. ما له شعري حلو شعري على فكره، رجعنا لكم اكيد. وهي رافعته عن راسها وعن وشها وكل شيء. هلا الصوص صارت خالصه عندي، بس بدي اورجيكم احلاها. رافعته عن شعرها، رافعته عن وجهها. عن شعرها، عن وجهها، عن راسها، اللي بدك اياه. كله بزبط. هلا هي الصوص بدي اورجيكم كيف بتكون. أوكي. شكلها شايفين، ومعقده كثير زاكيه ومعقده وما احلاها، ممتازه. خلص هيها هيك. هلا الدجاجات لسه عنا ما خلصوا، بدهم شوية وقت. هي فنت عملت نفس اللي انا هلا حكيت انه يعني اللي بتحطوا كثير بالمقلاي بصير بنزل حرارة الزيت فبياخذ شوي وقت اكثر، بس مو مشكلة، احنا معنا نص ساعة. لا بس ما انا حطيت اللي جداد مع بعض. لا انا كنت تاركة شوي عشان حسيت هون صار رح يصيروا اوفر كراودد هيك من فوق بعض رح يصيروا. انا بدي اخلص. بدها تخلص، بدها تخلص. كله هذا كلهم الصبايا بدهم يخلصوا بسرعة. ماشي اوكي خلص دان. هلا نطلع على وصفه المونكي بريد، ايش رايكم؟ يلا خلينا نروح. يلا مونكي بريد او قالب الخبز بالكراميل والجوز عنا للعجين، 1 ربع حليب دافي من الكرم، معلقتين صغار خميره من دوبي، ربع كوب سكر، نص معلقه صغيره ملح، وعنا 3.5 أكواب من الطحين، 30 جرام زبده، مكعبات جبنه كريميه. عندنا لطبقة الكراميل كوب سكر بني و150 جرام زبدة، ربع كوب حليب من الكرم، علبة قشطة من الروابي من الكرم، وعندنا كمان لخليط التغطية كوب سكر بني، معلقة كبيرة قرفة، 3/4 كوب جوز مكسر.
صراحة أنا متحمسة لهاي الوصفة مليون، لأنه كتير هيك سهلة طيبة سريعة. شفتيها أنت كمان وتغيير عن الكيك أو تغيير عن الكيك هي وشفتها هي جاي هيها متخبية تحت جاهزة تحت. هلأ هي يعني طالعة هيك خليط بين شكلها زي الكيك بس قوامها مختلف، قوامها هيك طري وهش بشهي الصراحة، ومع الكرميل اللي بنحط على الوجه وصفة شتوية 100%. يعني أنا عن جد حلو إنكم تعملوها، شوفها عشان نطبقها. هلأ هي أنتوا شفتوا المكونات كتار بس هما مش كتار، هي عندكم هاي مكونات العجينة اللي رح نستعمل فيها خميرة دوبي أكيد أوكي. ورح أستعمل فيها طحين سكر ملح وحليب، هدول هم اللي رح أستعملهم فيها. عندي خليط ثاني اللي هو رح أعمل فيه الكرميل المنزلي، اليوم رح نعمله بهاي الطريقة، رح أستعمل حليب وقشطة ملدي وسكر بني وزبدة كمية منيحة، هدول رح يكونوا الكراميل اللي رح نحطه بين الطبقات. أوكي. وعندي شيء رح أحط فيه هو اسمه مانكي بريد، إنه يعني هو خبز زي خبز القرد، إنها هيك تطلع كلياتها فيها طابات، تصيروا أنتوا تاخذوا طابة تكمشوها من القالب وتاكلوها، فهي رح تكون مغطسة بهذا الخليط. تمام. هلا خلينا نبدأ شوي شوي معاكم أنا وياكم، هي كتير سهلة الوصفة، ما يغركم إنه هالقد المكونات، بس هم عن جد إنهم ما فيها كثير اشياء، اتاكد من الخلاط كثير منيح بس دائما حتى بس يشوفوا. هلا رح نحط الطحين. تمام. اليوم لابسه اواعي حلوين انت بلا ما اقعد احط عادي. لا 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 بسيطه شيف هانيا مش مشكله. طيب ورح كل نحط السكر ورح نحط أوكي. السكر ورح نحط الملح، يعني شايفه مكونات بسيطه حتى صح. هي الملح تمام أوكي. ورح نحط عليهم الحليب اللي احنا قلنا تقريبا بده يكون دقيقه انا اشوف لك اياها. يلا اوكي هي رح احط منها اول شيء موجوده، رح نحط عليها خميره. هلا الحليب اللي بدكم تعجنوا فيه يفضل انه يكون طبعا اكيد دافي. ايوه يسلموا ايديكي. شكرا شكرا جزيلا. اوكي اوكي يلا رح نحط هاي الخميره على قد ما كاتبين، كميه بسيطه بس هالقد، والحليب اللي عندنا رح يكون حليب دافي. هي رح اخذ منها واكمل هاي تقريبا هدول الربع. ممتاز شيف هانيا اليوم يعني عم بشكروكي كل اللي عم بتابعونا على الوصفات اللي انت عم تعمليها، لانه بقولوا لك قد ايه حلو التغيير. مزبوط خلص بدكم دائما نصير نعمل اشياء هيك تغيير لازم. خلص ان شاء الله هلا رح نعجنها للعجينه لحد ما تعطينا قوام عجينه متماسكه. هلا بتشوفوها رح اقلبك بعد شوي تفتحي لي هاي شغلتي لعبتي زي العاده. انا لازم اخليها عندنا هون لوقت ما بدك اياها. اوكي وهي هادي الحليب اللي رح يلزمنا للكراميل. تمام أوكي. هلا احنا ايش بعمل انا عاده بالبيت؟ بعمل الكراميل وبحطه بمرطبان، بصير استعمله امتى ما بدي. يعني انتم اعتمدوا هاي الوصفه اللي رح اعملكم اياها، تقدروا تعملوا الكراميل وخلص تحطوه بالمرطبان وامتى ما بدكم بالثلاجه بتطلوا تحطوا شوي بالمايكروويف او بتحطوه بزبديه فيها مي دافيه وبتصيروا تستعملوا. اوكي هلا هون لسه هي بدها كمان شويه حليب. كنت رح افتحه على فكره. بدكم تضلكم تعجنوها لحد ما تعطيكم هذا القوام. هيني انا محضره وحده لانها هي لازم تنترك حتى تخمر، اكيد كلياتكم صرتوا تعرفوا ان العجينه لازم تنترك لحد ما تخمر، فانا حضرت وحده بالضبط قبل الحلقه. رح يكون هيك قوامها عندكم. هيها ملزقه ولا تمام؟ لا لا تمام هي، بس انا لاني حطيت شويه طحين كان لازم احط اكثر. اوكي اوكي هيها هيك ايوه تمام هيها، فشايفين قديش بكون قوامها حلو. هيها بتجنن الصراحه ومرتاحه وعظيمه. هلا شوي رح نبدا نشتغل فيها. تمام اوكي هلا خليني اعمل الكراميل معاكم. الكراميل زي ما حكينا وصفه سهله. شوف هاني قبل ما تبلش بالكراميل بس بدي احكي هاي وسلام خاص لدارين الميك اب ارتست تبعتنا، لان هيها موجوده هون بالجاليري كمان. فهاي دارين نورتي الجاليري، كيفك حبيبتنا دارين؟ اهلا يا دارين. طبعا كل هذا اللوك الحلو اللي انتم دائما بتشوفوه اللي احنا بنطلع لكم بهذا التالق كمان ابداعات دارين. يعني بتطلع لنا باحلى صوره عن جد حبيبتنا. عن جد ماسكاها. طيب هلا احنا زي ما حكينا رح نحط هون كميه الزبده، هذا للكراميل المنزلي، ورح احط عليهم السكر، لازم يكون سكر بني يا جماعه عشان بيطلع اضبط عندكم. زي ما حكينا مره انه اذا ما عندكم تقدروا تحطوا سكر عادي مع دبس تمر، بس انا بفضل بهاي الوصفه بالذات انه تستعملوا سكر بني. تمام. رح ادوبهم على النار مع بعض هيك،
وبعدين رح ازيد عليهم بدنا يا بتستعملوا كريمه طبخ يا بتستعملوا حليب مع والله بترجع لي ذكريات الكورونا انا الكراميل اللي عم تعمليها هاي كنا نعملها صح لانه عملتها انا بايام طبعا ما بدنا ذكريات الكورونا كلها اللي ترجع بس ذكريات الحلوه زي الكراميل يعني صح مزبوط بالضبط شو طيب صار هلا هدول بس بدي اتاكد انهم بس اقلبهم اوكي حلو اليوم عم نعمله كله على الهواء صح صراحه هي بجنن هيهم حلوين بجنن هلا زي ما قلنا هدول رح اضيفهم هلا على الكراميل شوفوا احلى لونه صراحه هاتي بيشهي شايفين شو حلو اوكي هي رح نقلي هيك هدول اخذوا مغدهم صراحه شوف هاني غير تدللوا هدول تدللوا مزبوط هي كل الاكل كله صراحه الواحد بس يطول باله عليه بيطلع اسكى واسكى صح واحسن واحسن هي هيك لحد ما نحطها كلها اوكي روبي مصري بتقول صراحه كثير حلو الحلقه تسلم يا روبي عن جد شكرا لك يا روبي حبيبتي انت الحلوه يا روبي روبي دائما حلوه قلبا وقالبا عن جد حبايبي كلكم حلوين كله عن جد طيب هلا رح نحرك هون الكراميل الدجاج رح نتركه خلص رح نترك هاي الوصفه ونرجع لوصفه المونكي بريد زي ما قلنا رح ادوب الزبده مع السكر الغامق اوكي السكر البني ورح احضر حالي هلا بس تفتح لي فانيتا القشطه مع الحليب رح انزلهم عليهم بيطلع عندكم كراميل روعه زي ما حكينا كراميل منزلي بتقدروا شكرا كثير بتقدروا تحطوه تحتفظوا فيه بمرطبان بالثلاجه امتى ما بدكم تستعملوا مش غلط اوكي فهيهم هيك رح ندوبه لحد ما يدوب مزبوط وبعدين ما تنزلوا الحليب هلا الحليب والقشطه بتنزلوا بس يتجانسوا مع بعض لازم يكونوا متجانسين مع بعض السكر مع الزبده يومي خلص هيهم هيك يا الله اليوم الروائح صح الروائح الوصفات شوف هاني المود تبع الخميس كمان والله صراحة الاجواء الجو برا كمان صراحه كل شيء هيك بتحسي عامل يعني باكج متكامله عن جد انا ما توقعت قبل شوي سمعنا صوت الشتاء ما توقعت انه يكون صار الشتاء بهالسرعه بالضبط فهيهم هيك هذول ذوبناهم امل نفاع تحياتنا لك حبيبه قلبي بتسلم علينا أيها. كمان امل شفهانية وانشراح كمان كلهم عم بيسلموا علينا وليد بحكي لك كوريين مشهورين بالكيمتشي وهو الملفوف كيمتشي. المخمر صح وكمل إشي بس راح انا اسفه يا وليد 100% يا وليد مشان هيك انا اليوم عامله كيمتشي بس عامله الكيمتشي بالخيار اوكي هي الفرق هلا هي نزلتهم الزبده القشطه دائما بتعمل تماسك بالكراميل بالضبط هيك بنخلطهم مع بعض بسرعه 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 وبنطلع على فاصل وبنطلع على فاصل يلا فاصل وراجعين انا شوي هيك عم بتطلع قاعده على اللقطات اللي عم ناخذها على الاكلات بتعرفي شو ايش لون المونكي بريد مع نفس لون الدجاج هو الاثنين بيشبهوا بعض اليوم ماتشينج طالعين بالضبط بيشبهوا بعض كلهم طب تعالوا لي على هالحركه معناته حطي لنا الكراميل تعالوا على هاي الحركه رح نحط كم من جوزه هلا رح نرجع افرجيكم كيف عملناه اكيد الله لا لا شف هانيا اشي بجنن شكرا اوكي طيب شيف هانيا هلا احنا وصلنا لعند فقره التليتوبيز التليتوبيز خلصنا الوصفات اللي ثقيله هلا أوكي. صار على اخر وصفه اللي هي لا لسه بدي اكمل هاي شوي جماعه الدايت ولا لا لا لسه ما وصلنا للدايت ما وصلنا بس رح اخليكي تساعديني نقطع الموز ونحطه على الدايت يلا ولا يهمك بس اظن كثير حطيناه ولا لا منيح انا مبسوطه زاكي بتشهي هي حتحط لكم اياها هلا فانيتا رح تقطع لكم الموز طيب اوكي تفضلي فانيتا يسلموا شكرا بس نحطهم هيك شرحات على الداير اوكي وهي اذا بدك اكفوف هلا وصلنا للمونكي بريد متذكرين ايش عملت انا وياكم قبل الفاصل عملنا العجينه تبعت المونكي بريد اللي هي هيها طلعت بهاي الطريقه
وعملنا كمان حضرت الكراميل انا وياكم، الكراميل المنزلي، بس هو لازم قبل ما بدنا نبدا نشتغل فيه هلا يبرد، مشان هيك انا جايبه اللي معي من البيت، فلازم ينترك ليبرد وبنحط عليه الجوز، بنحط مع الكراميل ليبردوا الاثنين مع بعض. اوكي هلا بنمسك، عندي خلطه رح احطها اللي رح اعمل ديبينج للمونكي بريد فيها، رح تكون عندي سكر بني، رح انزل عليه كميه منيحه من القرفه هيها، رح اخلطهم هيك تخليطه خفيفه مع بعض. تمام. اوكي والكراميل جاهز، هذه ما بدنا اياها. اوكي هلا رح ناخذ قطعه من العجينه هيك بهاي الطريقه، بتقدروا تحشوها اذا بتحبوا جبنه كريميه، وبتقدروا تخلوها زي هيك، بتقدروا تحطوا فيها جوز اللي بدكم اياه بصير. شايفه انك تحطي هذول، رح اسكرها هيك على الدائره، على الدائر هون. ايوه هلا رح ناخذ الكراميل زي ما حكينا اللي عندنا، وبالقالب اللي بدكم تستعملوه، سواء بدكم تستعملوا قالب مدور قالب مطاول اللي بدكم اياه، رح نحط هون، رح نحط هون الكراميل، بعدين رح احط عليه شويه حبات جوز، ما لازم لهون شوي. اوكي وبعدين رح احط عليهم الطابات اللي رح اعملهم. هلا الطريقه الاصليه هي بس تاخذوا هيك خبزات علي بقول لك تحطي موز فوق، ولا ما بدك تحطي موز؟ لا مو حلو. لا ما بنحط. ما تردي على علي، نسيتني علي انت، ما ضلك تحكي خربشتني. قبل ما نعمل هاي الحركه لازم نحطهم نغطهم شوي بزبده. شفتي انك كنت بنعمل لما ما كنت تسمعي؟ بالفعل اول مره بحط لي سماعه عم بسمع فيها الصوت منيح، فهي رح نعمل هيك فيها ناكل قتله احنا. شوف ثانيه. أوكي. نفس الشيء، هاي رح نغطها اول شيء بالزبده، وبعدين رح نحطها بالسكر مع القرفه لحد ما نخلص كل الكميه اللي عندنا. زي ما قلت لكم في ناس بتحطها محشيه، وفي ناس بتحطها بس هيك انها بتقطعها بهاي الطريقه، بتحط عليها الزبده وبعدين بتحط عليها السكر مع القرفه وبتصفهم. هلا بس يصير عندنا اول طبقه من العجين، نرجع بنحط شوي من الكراميل اللي احنا عاملينه وشويه جوز، وهيك لنخلص كل القالب. ما احلاها صراحه، صراحه انها عن جد حلوه، وزي ما حكينا بتقدروا تحشوها جبنه كريميه، بتقدروا تحشوها جوز اللي بدكم اياه، يعني بتطلع بتغلب شوي بس لذيذه صراحه كثير، بتغلب شوي بس والله انها زاكيه الصراحه. فهيك جنة. لحد ما تخلصوا كل الكميه اللي عندكم. انا جعبالي اكمل معاكم، كمليهم خليني اقرا شوي. طيب يلا بس لانه بدنا نعمل السلطه كمان. ماشي. شوف هانيا، بدي احكي لام مهند الطراونه تحياتنا لإلك، وعندنا حمزه تحياتنا لإلك، ميسون حدادين بتابعنا من شيكاغو تحياتنا لإلك، كيف الثلجات عندك يا ميسون؟ ان شاء الله يكونوا خفوا شوي. سهى الشخشير تحياتنا لإلك، وخولة عمارين تحياتنا لإلك كمان، تقول اكلات كثير زاكيه، وهديل، وعندنا وليد بقول ريحة القرفة بس كفاية، عن جد معك حق يا وليد. وريما المصري بتقول ما شاء الله عليك شيف دائما متألقة. باسل الطراونة بتقول مساء الجمال والإبداع منورين، شكرا يا باسلة. وعندنا حسين كمان بقول يعطيكم العافية، تحياتنا لك يا حسين، الله يعافيك. وأنور كمان بقول الله يعطيكم العافية، شيف هانيا اللي متكتكة. وإم عادل النمري كمان بتسلم علينا، بتقول للصدفة عندها ضيوف كوريين اليوم كمان، تحياتي لك يا ام عادل لضيوفك كمان. صدفة حلوة. طيب هلا زي ما حكينا رح نعمل هيك لحد ما نحط اخر طبقة منها، رح ارجع احط عليهم كمان مرة كراميل مع شوية جوز، ورح اتركها تخمر. هلا بتتركوها تخمر تقريبا شي ساعة، يعني غطوها واتركوها تخمر ساعة، لأنه بتفتح العجين عندكم بتطلع فلافي، بتطلع مجنن. بعدين بتخبزوها بفرن على حرارة 180، بتقعد تقريبا نص ساعة. الكمية اللي عطيتكم إياها بتكفي تطلع قالب قد هذا القالب. أوكي فهي ها هيك هي. هلا طيب إذا بدك بنروح على السلطة. رح نروح لمقادير السلطة. يلا سلطة الخيار على الطريقة الكورية، عنا 6 خيار مقطع، 6 حبات خيار مقطع، جزرتين، وعنا حبتين بصل أخضر خس. أما للصلصة عنا 2 معلقة كبار خل الكرم، وعنا 2 معلقة كبار زيت الكرم، وعنا 1 معلقة كبيرة صلصة الصويا، وعنا 2 ثوم مهروس، و1 معلقة كمان صغيرة سكر، وعنا 2 معلقة صغار صلصة فلفل أحمر أو دبس فليفلة حارة، وفلفل أحمر مطحون، وعنا 2 سم حب.
وهلا رح نخلص معكم حلقتنا ب يعني وصفة هيك خفيفة لطيفة للناس اللي بيحبوا طبعا السلطات وبيحبوا كمان انه يعملوا دايت، مع انه احنا حلقتنا اليوم ابدا ما فيها دايت مع المقالي ومع المونكي بريد. ابدا ابدا ما فيها بالزبط. دايت فشيف هانيا، السلطة هاي مكوناتها كتير قليلة مزبوط وخفيفة لطيفة كمان صح. اوكي بس انا عشان مش طايلة هون شوكي يلا خذي راحتك يلا. اوكي هلا رح احط عشان الصلصة تبعتها رح نحط عنا صويا صوص فيها توم مدقوق اوكي ورح نحط كمان عليها سكر بتاخذ كمية سكر منيحة بس هي هاي الكمشي هي هيك يعني كأنها مخلل بتكون عندكم فرح تحطوا كمية سكر منيحة وبينحط فيها كمان بنحط معجون الفليفلة اللي احنا بنقدر زي ما حكينا يا بنحطه حار يا اما بنحطه من دبس الفليفلة اللي عملناها هذيك اليوم فهيك هم هيك بخلطهم مع بعض تمام وكمان من الشطة او مش شطة هاي فلفل احمر مجروش خلص هيك صاروا ممتازين. الصلصة عنا صارت جاهزة. أوكي. هي شغلتها كتير كتير سهلة. هلا الكمشي كتير عندكم فيه له أشكال. يعني في إشي بيعملوه بالخيار، في إشي بيعملوه بالكوسة كمان برضو بصير. أوكي. هاي رح أحطها هيك بهاي الطريقة. الخيار يا أما بتقطعوه هم بيقطعوه على شكل دوائر على فكرة. وبيستعمل وبيقشره بيستعمل. أوكي. طبعًا إحنا الخيار اللي عنا أصلًا قشره رفيع. ففي رح نستعمل أو ممكن في ناس بتقطعوه هيك نصفين. وهيك وطوال. أوكي. يعني بيزبط الشكلين عندكم اوكي فهيها شغلتها بسيطه عاد انا ما قطعت الخيارات قلت اليوم بنلحق بتلحق بس احنا طلعنا شوي طب خذي راحتك شيف اذا بدك قطع الخيار عبال ما احنا هيك نقرا كمان شويه تعليقات سهى بتقول نفس فكره خليط النحل مزبوط سهى يمكن هي برضو فكرتها فكره خليط النحل ناديه بتقول لك ابدعتي يا شيف شكرا لك يا ناديه وام محمد بتقول لو سمحتوا طريقه الصوص الابيض اللي بزينوا فيه الكيكه التركيه ويعطيكم العافيه اذا بتحبي تحكي لها هلا ولا تبعثي لها بعدين ببعث لها لا ببعث لها بس هي عاده الكيكه التركيه كريمه اللي بنحط عليها عاده يعني او الصلصه قصدها يمكن ثلاث انواع الحليب اللي بنحطه ممكن هيك قصدها ممكن طيب هلا هدول رح نخليهم على جنب كريمه المصري تحياتنا لك كمان وعندنا خلينا نشوف مين انا شفتها محشيه جبنه كريميه ايش هي وليد اللي كانت محشيه المونكي بريد يمكن مونكي بريد قصدها ممكن نسمات الشتاء تحياتنا لك بتحب الاكل الشرق ايسيوي كمان أوكي. هي انا رح احط الخيارات هون عندي بهاي الطريقه اوكي ورح نحط عنا رح اجيب الجاط اللي بدي اسكب فيه نحط فيه شويه خس هلا هي الخس انا يعني من عندي الصراحه رح احطه الفكره اوكي هي بس خيار وجزر خيار وجزر وبصل بس انا رح احطه يعني از ابد يعني انا لا بدي احطه زي بد يعني تحتهم هيك يكون أوكي. منظره هيك ما بنقدر خلص لازم نزيد لازم نحط شوي ثلاث مكونات انه شو هدول بدهم ثلاث مكونات لا هي بتتقدم الصراحه بزبديه صغيره جنبهم بس انا حسيت انها هيك تطلع اسكى حلو الواحد دخل التاتشز تبعته كمان فهي رح تكون هيك رح انزل عليهم الجزر تمام هي وكمان البصل الاخضر هي. اوكي شايفه الله شو شكلهم بشهي المكونات على صراحه انا بحب السلطات الاسيويه وانا بحبها ورح نحط عليهم هاي الدريسنج ونخلطهم مع بعض هلا هي كل ما قعدت عندكم فتره اطول على فكره احنا ناسين نحط على الخلطه خل متذكره ان فيها خل نسيت تحطي خل بسيطه مش مشكله يلا هيك ورح نخلطهم مع بعض لحد ما ياخذوا كلهم من طعمه بعضهم معلش انا لازم استعمل ايدي دانا اذا سمحتي يعني عشان بدي اياها تتغلغل بقلبها تكشف هانيا خلص هي هيك هلا زي ما قلنا هو الاكل الكوري اكثر شيء معروف باستعمال الشطه والفلفل وهاي الاشياء يعني السويت اند ساور وسويت تشيلي كمان يعني ممكن تحطوا ممكن تحطوا حتى هيك مثلا شطه عندكم حبه فلفل حار تحطوها عليهم برضه بيطلع طيب تمام فهيها هيك تخلطت اوكي رح احطها بالصحن بهاي الطريقه يعني هي رح تطلع عندكم من السكر اللي حطيناه والخل مع الصويا صوص رح تعطيكم شعور انه اشي هيك زي المخلل فهيها هيك اوكي مريم بتقول منظرها بتشهي والله عن جد انها المونكي برين والسلطه مونكي بريد رح ازينها بالفول السوداني والباقي رح احطه على الاكل وهي السمسم هيك صارت عندي الكيمتشي جاهزه هلا بدي اسكب بقيه الاكل هي هيك أوكي.
هيها ديفانيت. طب بس نقيم الازرق ونحطها خلي اوكي اسفين. امل يوسف تحضرنا من كاليفورنيا، تحياتنا لك يا امل ولكل اللي بكاليفورنيا، انا عندي كثير اصحاب هناك كمان، تحياتي لهم كلهم. تمار الفهد كمان بتقول مساء الورد ونسمات البرد والدعوات التي لا ترد، فنجان قهوه للحلوين يعد. شكرا لك يا تمارا حبيبه قلبي. شكرا لك يا تمارا. هلا رح احط شوي من الصوص عليهم. فانيتا بتقدر تحطي هاي هناك احضر. هلا شيف معلش خرجنا وبدي اخذ هداك الجوط عشان اسكب فيه. ريحه السلطه زاكيه صح، ريحه الصوص وريحه السلطه وميكس ميكس غريب. احنا عندنا ايش بدك هلا شيف؟ احكي خلص بس بدي الجوط تبع الدجاج عشان احط الدجاج عليه. يلا اوكي يلا هلا رح اسكب. خلص خلصنا انا خلصنا. يلا ها نذكر نبلش نذكر. عجقونا عجقونا يا عجقونا على الاخر. طب احنا بطلع لنا شوي كمان زياده صح. وقت ما احنا بدينا متاخرين معنا دقيقتين. هذه هي زياده الوقت اللي عطيتينا اياها بجبن هاي هيك رح نحط الدجاج الكوري حواليهم. يا سلام هيك. كل وصفاتهم تحرق طيب شيف ولا؟ والله اغلبها الصراحه. اوكي يا بي شو سخن الجاط. اوكي سخن الجاط وسخن وسخن الصوص وسخن كله كل شيء سخن كله سخن على الاخر. طب احنا ضل كمان دجاج ولا راح وخلص؟ لا هدول كلهم هدول هم. اوكي هيهم هيك رح نحطهم ونشربهم بالدريسنج على الداير. دقيقه هيك ريحه الدريسنج خرافيه. انا حطيت سكبت رز بالنص عشان يطلع شكله احلى. اوكي والتزيين هلا رح شوف نحط. اعملي بس هيك حاسه هون فراغ. ايوه لانه قربي الدجاجات شوي. قربي الدجاجات هون كثير دجاجات وهناك يلا فراغ. اوكي هلا بنظبطهم هيك. اوبا اوكي هي بالضبط خلص. ها هلا رح احط عليهم كمان هيك صاروا. رح نحط عليهم الفول السوداني لانه هم هيك بزينوهم عاده. اوكي ورح نحط عليهم بصل اخضر. الفول السوداني والله ما اكلتهم انا، ما قربت عليهم هم. لا انا حطيت شوي ما انا بتعرفي طلع ما عندي الصبح انت. عندي هدنكل. اوكي وهي رح نحط الشطه هون. اوكي للي بده بينزل شطه على اكله وكمان السمسم. صارت خالصه شايفه ما اخذت وقت كثير. يسلموا ايديك يا شيف عن جد. يسلموا ايديك على الوصفات الطيبه وديكي. اليوم حلقه كانت كثير مميزه وكانت كثير هيك غريبه، اكلات جديده عملتي لنا اياها، الكل مبسوط عليها كمان شيف هانيا. طيب يلا الحمد لله. ويعني احنا هيك بنحب نغير شوي ونرجع بعدين للاكلات الكلاسيكيه والقديمه اللي احنا تعودنا عليها. يسلموا ايديك شيف هانيا وإيديكي. وشكرا كمان لكل اللي حضرونا اليوم بحلقه صحتين وهنا، واحنا بنشوفكم السبت كمان بحلقه جديده مع الشيف هانيا وتمارا. شكرا. Thank you.